رحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كيفاش ما كتشوفوا الأخ عزيز ما كاين ناسي عيان شوية وفي نفس الوقت عنده واحد الاجتماع مشالو، واخا زعما عيان كان غادي يجي إن شاء الله يصور الفيديو، لكن الاجتماع ما يقدرش على هادشي. إن شاء الله اليوم غادي نكمل لكم أنا الفيديو ديال هاد السيلندر سالو. كما كتشوفوا هنا كتكون خوات منه ما الشمع مره خوه منه واحد درجه الحراره كي هذا 750 مره هي الماكينه ديال اللي كتفرغ الهواء منه باش فيها نفرغوا ان شاء الله المعدن ديالنا. هذه هي اللي استعملنا انا فاش جا انا فاش جا كنا استعملنا الاخر ديال القوس. كيف ما قلت لكم اليوم السي عزيز طلب مني صورتكم لان عنده واحد الظروف. كيف ما كتشوفوا هنايا هو الاخر الصح الاستوديا ان شاء الله هو خوتي كيعاوننا هذيك هو الماكينة خدامة كتخوي الهواء هاهي هاهو تا هو كيبرد. كما قلنا الأرض قبيلة سيغفين باش حد درجة الحرارة 715 أنا حيت برد شي شوية لا رجع 715 عارف وصيف قال لي صوادو الفيديو إذا كان الفيديو مزيان غادي نحطو لهم، إذا مكانش شي فيديو مزيان تسمعو شي الصوت ديالي إن شاء الله، ونطلبو إن شاء الله تسمعو الصوت ديالي وتشوفو لكل فيديو في المستوى في الشرح شوية مفصل. كيفاش ما قلنا المرة اللي فاتت في القبص باش خوينا هو اللي كان في القبص استعملنا فهادشي استعملنا لهادشي ودابا حيت عندنا باش نخويو المعدن استعملنا فهاد الجهة هذايا دورنا على هاد الشيء.